الاتفاق السعودي الإيراني ليس مجرد اتفاق ثنائي بين دولتين حول قضايا ثنائية، ولا هو مجرد ما جاء في النص المعلن. هو اتفاق بين قوتين إقليميتين برعاية قوة دولية كبرى بدأت تتوسع في الشرق الأوسط. هذا الاتفاق كرس زعامة السعودية على العالم العربي، ونقل العمل في الشرق الأوسط من منطقة المتوسط إلى منطقة الخليج. ولكنه ليس نظاما إقليميا بعد، إنه بداية العمل لنظام إقليمي، وهذا العمل يحتاج إلى لاعبين آخرين وقوى أخرى في المنطقة وخارجها للوصول إلى النظام الإقليمي. الاستقرار الآن هو هدف مباشر، والتحدي الكبير هو الانتقال من المحاور إلى الحوار في المنطقة، والانتقال أيضا من العمل العسكري والأمني إلى العمل الاقتصادي، إلى التنمية البشرية أيضا، وإلى تحسين نوعية التعليم، وإلى بناء المستقبل، في حين أن المطلوب أكثر من ذلك للمنطقة، لأن التحدي الفرص المفتوحة كثيرة، والتحديات أيضا أمام الاتفاق كثيرة. أولها الالتزام الحقيقي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم أن تقرر إيران بالفعل الانتقال من دور القضية والثورة إلى دور الدولة، وأن تتم معالجة المشروع الإقليمي الإيراني بشكل حقيقي ودقيق. حتى الآن تبدو إيران من خلال زيارات إلى بيروت ودمشق كأنها لا تزال تحافظ على مشروعها وعلى ما بنته. ربما كان ذلك مجرد تقوية أوراق في انتظار التفاهم الأوسع.